رح نروح اليوم مع زميلنا وائل حكيم، رح يحكي لنا أكثر عن الحالة الجوية، كيف صبح اليوم الطقس ليوم الاثنين. خلينا مع وائل. صباح الخير مشاهدينا الكرام، متابعي طقس العرب ومتابعي برنامج جوك. نهار اليوم تسود أجواء مستقرة، لكن تهب على المملكة رياح شرقية لجنوبية شرقية تزيد من الإحساس بالبرودة، مع طقس مستقر بشكل عام، مع بداية أو قبل بداية تأثر المملكة بحالة من عدم استقرار الجو اعتبارا من مساء يوم الاثنين، وأيضا خلال ليل الاثنين على الثلاثاء. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم تسود أجواء غائمة جزئيا، 11 درجة مئوية ملموسة، 9 رطوبة حوالي 74%، والرياح تكون شرقية لجنوبية شرقية نشطة السرعة تزيد من الإحساس بالبرودة. توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد 13 إلى 5، المفرق 14 إلى 2، جرش 14 إلى 2، وعجلون 13 إلى 7 درجات مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 15 إلى 2، البلقاء 13 إلى 7، عمان 11 إلى 2، مأدبة رياح نشطة 14 إلى 6، والبحر الميت 21 إلى 13 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 13 إلى 5، الطفيلة 12 إلى 7، معان 14 إلى 4، الشبك 10 إلى 4، والعقبة 23 إلى 16 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية الأزرق 16 إلى 2، الصفاوي 15 إلى 3، أرويش الطقس غائم جزئي 14 إلى 3 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن. نهار سعيد نتمنى للجميع، وإلى اللقاء.